السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول: كان عندي سؤال، أنا لسه مخلص دبلومة البيم بس ما جاش لسه فرصة شغل، بس محتار أكمل في المجال دوت ولا أدخل برمجة الريفت كمهندس ميكانيكا. حضرتك شايف أنهي أفضل مستقبلا؟ طيب، الإجابة العامة قبل الإجابة الخاصة. الإجابة العامة لو أنا عندي حاجتين بختار بينهم، فبجيب ورقة أو جدول إكسل وبكتب كده فوق الاختيار الأول كذا والاختيار التاني كذا، وبعد كده ببدأ أشوف نقط المزايا او النقط اللي انا اختارها على اساسها، وببدا ادي درجات بالايجاب وبالسلب، وبعد كده اجمع واشوف احسن واحد ايه بالنسبه لي. يعني لو انا جالي اوفرين من شركتين، ببدا اكتب الشركه الاولى والشركه الثانيه، المرتب، المدير اللي هتعلم، قريبه من بيت ولا بعيده، فبدل دي درجات بالايجاب ودي درجات بالسلب. ممكن دي بالنسبه لي مثلا مرتب مثلا 5 من 10 مثلا، فهتدي مثلا ايه 5. القرب والبعد مثلا كذا، فبتبدا تحط المزايا والعيوب كلها، تمام، وتبدا تشوف انهي واحده فيهم اللي هتكون احسن لك. لما بتعمل كده الامور بتبقى اوضح، كانك حولت حاجه 2D ل 3D، تبقى الحاجه قدامك شايفها، بدل ما ايه يعني معلومه موجوده هنا في العقل بس مش قادر ايه تشوفها كويس. طيب، بالنسبه لدبلومه البيم تكمل في المجال دوت ولا تدخل برمجه الريفت او اي حاجه تانية؟ طيب، هما اولا مش متعارضين، يعني انت ممكن تكمل بيم ومعاك البرمجه برضه، تمام، بالذات ان دلوقتي في برمجه الداينامو بتكون سهل وهتلاقيها مشروحه على القناه بيم اريبيا، فتقدر ان انت تخش في ده وتخش في ده بدون اي مشاكل خالص. يعني لما بتقدم السي في، انا راجل بشتغل بالريفت وبعرف اشتغل في البرمجه. اللي بيشتغل في البرمجه وما بيعرفش ريفت او ما بيعرفش بيم بيفقد جزء من المهاره بتاعته. انا قلت حد كان بذل جهد كبير قوي في ان هو يبرمج الاوتوكاد ويعرفه بحيث ان هو يقدر يبرمج الحاجات اللي هو عايزها، وكانت كلها حاجات يعني بتتعمل في بيم بسهوله. يعني هو بيبدا يحول ال 2D ل 3D جوه الاوتوكاد، ويبدا يديله حاجات و و و عشان يعرف الخطوط، ان دي الضغطات وان دي الحوائط. ده كان بياخد منه جهد كبير قوي. ان انت تدخل في البرمجه بتاعت الريفت وانت مش عارف البيم هيعمل لك مشكله، لو انت مش عارف برضه التكنيكال برضه تعمل لك مشكله، كان جايب واحد غريب وبقول له خد برمج، فبياخد وقت. يعني لما يكون دكتور ويبرمج حاجات للطب زي دكتور محمد خالد توفيق، في فتره من الفترات كان بيبرمج لشركات ادويه، فكان هو فاهم الحاجه، فالموضوع بيبقى سهل ان هو يبرمج حاجات طبيه. احنا برضو لما نيجي نخش كده في المجال وواحد مثلا ايه مش عارف، فمنتظر حد يقعد يشرح له ده بيحصل كذا بيحصل كذا، فيجرب ويقول الراجل يقول لا لا مش هي دي اللي بتحصل. فدي الفكره. كمل في المجال بتاعك، اعمل السي في بتاعك باخر تطوير، لازم كل كام شهر كده تروح مطور وتقول والله انا وصلت لكذا، وتبعت سي في لكل شركات تانية. لما يكون واحد واخد دبلومه بيم وواحد بيعرف يبرمج، اكيد انا هاخد اللي بيعرف الاثنين لان هو هيفيدني. يعني انا مش عايز واحد قاعد ليل ونهار بيبرمج، قليل قوي الشركات اللي بتعوز كده. دي شركه عملاقه وهتعمل قسم مثلا للتطوير جوه الشركه، انما الغالب بيبقى شركه وبتلاقي واحد كويس فبتقول له ايه اشتغل معانا. انا ما فيش مره اشتغلت مبرمج، بس وانا بشتغل في البيم لما بتحصل حاجه مش عارفها او يعني هتاخد وقت كتير قوي وممله، فبعمل برنامج ينجز لي. هي دي النقطه او ده الملخص.